خبيرة المجوهرات هي راح تحل لنا الموضوع. صباح الخير. صباح الخير. شلون الصحة؟ منيحة تفضلي. شكرا جزيلا. شوفوا يعني لابسة أشياء كثير جميلة. ما شاء الله عليها. يا أهلا وسهلا بيكي مريم. أهلا وسهلا بيكي. شكرا جزيلا. كنا بنتناقش في العيار، يعني عيار 24 قد إيه هو أصفر جدا، 18 أقل شوية أصفرار. إدينا بقى معلومات لأن إحنا احترنا أنا وأمجد. إن شاء الله ماكو حيرة. أنا بالنسبة لي مجوهراتي ذهب. عيار 18 لون أصفر فاتح. أنا أحب اللون الفاتح، ما أعرف هسه لأن الوقت تغير، فبعد كنا نلبس ذهب أوزان ثقيلة يعني واحد يشوفها كلش هواية، فاتجهت للذهب عيار 18. وأنا أصلا أسوي مجوهراتي أوزان خفيفة جدا حتى تستطيع كل سيدة أن تقتنيها، صح. كبيرة صغيرة متوسطة بالعمر، وكذلك يكون ثمنها في متناول الجميع. يعني كأنما تشترين باقة ورد هذا هو سعرها، يعني مو إذا تريدين تشترين شيء يكون ثقيل سوق الذهب موجود والصيال الكبار موجودين، بس إحنا مو بياعين، مو صايل، مو محل كبير، لا، هي لمسات بسيطة تمتاز بلمسة أنثوية رقيقة، صحيح. تضيف للمرأة لأن المرأة هي جوهرة وتستاهل كل شيء. الله مريم، احنا شو يعني الجواهر؟ نحن الرجال احنا الجواهر، بس انتم ما تدرون بليانة اكيد. مريم هلا انا انتبهت انه من خلال تصميمك دائما بتعتمدي على التمائم او هي العين الزرقاء اللي موجوده، وهذا شيء بيعكس ثقافتنا. احكي لنا اكثر عن هذا الموضوع. العيون، عين الحسد، هاي موجوده بكل ثقافاتنا. حقيقه انا بالنسبه لي احبها، اعشق هذا الشيء، مو ايمانا بها كلا، بس شيء أحبه. أنا بالنسبة لي عندي مجموعتين أطلقت، مجموعة عاشقة الذهب بتصاميم تتميز بالعشق والحب، والمجموعة الثانية هي مجموعة حامض حلو. حامض حلو. حامض حلو. فهي حامض حلو راح تشوفيها أنت ملونة، تنطيكي شعور لا نهائي من السعادة الأبدية. حلو. مريم أنا عندي تشكيلة ممتازة جدا من تصاميمك، حابة أعزمك عندي هنا. تفضلي. يسعدني هذا الشيء. تفضلي أمجد، تعالوا ركز بالدرس كتير منيح عشان تعرف اليوم الجاي شو تشتري. عشان ما أتصلك مرة تانية. مزبوط. أوكي. زين. في تشكيلة حلوة جدا، هنبدأ الأول بالحلق الجميل ده. هذا من مجموعات عاشقة الذهب. طبعا الفيروز والذهب، الفيروز كل سيدة تعشق الفيروز، صح. يعني لونه جماله ساحر بالضبط، من بعيد يقول لك تفضل بابا علي. بس احنا لمساتنا رقيقة، ما تاخذ من جمالك بس تنطيها اشراق ومشعة، تتوهجين اكثر ما انت متوهجة. الله حلو. الله على روحانيات. شفتي كمان الشرح؟ لو انا زبونة والله خلاص. ثقي اذا ارتديتي اي قطعة من عندي راح تشعرين بطاقة إيجابية. لا أكيد في قطعة ثانية مرح وفرح أصلاً على طول. إن شاء الله باينش صنعت لنا بحب، يمكن عشان هذا كان يعكس على شخصيتنا. تصاميمنا كلها صناعة يدوية، يعني أنا أقعد مقابل الحرفي أظل قدامه 6 ساعات 7 ساعات بدون مبالغة. إي لا بطل نعيد من جديد. إذا تلاحظ أنا تصاميمي كلها بسيطة بس بها لمسة توحي وتنطي يعني فالجمال لك، تضيف لك وفخامة. نعم فخامة بسيطة وأنيقة في آن واحد. هسا مثلا هنا عندنا مجموعة عاشقة الذهب، تصاميمي مستوحاة من وحي الطبيعة. حلو. دي على شكل ورق شجر. هاي ورق شجر بالضبط. أنا كلها تقريبا ما بين الأوراق والورود. هسا هذا ورق شجرة، خليني أشوفها بس عشان خاطر إيه يشوفوها معانا. لفتت انتباهي. ده ورق شجر مع بالضبط مع الفيروز. الفيروز قريب من النخل بعد شجر النخل. انا بالنسبه لي احب الفيروز. هو اعتقد اكثر حجر داخل مع مجوهرات. هذا طبعا هي مو كل شغلي، هذا المتوفر حاليا تحت ايدي، وكذلك اكو بعد اشياء جديده ظهرت بس احنا ما لحقنا عليها نستلمها. هذا ايضا من عاشقة الذهب، عباره عن ورود. هاي ورود هنا وهنا اثنين صغار. ورود اوراق شجر يعني هذه هي اللمسه مالتي. شوف كل واحد عنده لمسه خاصه. طب مريم الزباين والناس اكثر طلباتهم شو يعني؟ هي انا ما اشتغل على الطلبات. يعني هم بيجوا عندي لمسه مالتي، اللمسه مالتي نباتيه من وحي الطبيعه. الله. يعني انت من راح تبتدي هاي القطعه تبين من هذا الشخص ماخذها، مو من السوق. أيوة. انا ما لي علاقه بالسوق، انا مو بياعه،
تقدر تتفضل على السوق تختار. يا انت مصممه مجوهرات مريم؟ انا مصممه ب... هاي لمستي اني دي السلسله كنت بتحكي عنها دعاء اللي فيها اسماء العيله. اسماء العيله هذا انتاج كلش قديم طبعا بس مشهوره بس جدا يعني هنا في الامارات. هو باي اني يعني من قبل اي شيء بحياتي اسوي اي لمسه لازم اني بدايه ذهب لبس ديكور تنسيق، فهذه من الانتاجات القديمه الي من الاول يعني. هذا اسماء العائله مالتي. حلو. دي اسماء العائله بتاعتك؟ ايوه. حلو. هذا ايضا من مجموعه عاشقه الذهب اذا تلاحظينها من اوراق. بس هي عاشقه الذهب محتاج اكثر تحسي سهره دعاء مثلا او مناسبه. يا سلام يا سلام. وهذه مجموعه حامض حلو. انا كثير لاحظتني مجموعه حامض حلو. شو يمكن شو السبب انك سميتي حامض؟ هو كلتشر عراقي اظن تقريبا. ملونه ملونه تعطيك شعور بالسعاده والفرح يعني ما تشوفها راح تضحكين دايركت. بس على فكره مريم نحن في بلادنا بفلسطين بنسمي الحامض الحلو هي فرحه الاولاد. خذ هذا الفلوس روح اشتري حامض حلو. نعم. يعني ما في عندنا شوكولاته ولا كان عندنا شاي. يتميز بالالوان المختلفه اللي فيه حامض حلو دائما يكون ملون. شوف هذا تقدر تلبسه صيف شتاء خريف ربيع اي وقت ومن تشوف راح تضحك الشكل يعني. انا لفت انتباهي مريم كمان الخواتم باي تعليقات ساعه. هذول تعليقات ساعه يعني دي تعليقات ساعات مش خواتم. الخواتم يعني باصبع واحد تلبسين اثنين ثلاثه اربعه حسب ما انت تحبين. حلو. طبعا هذا السوار كان عندنا خلخال بالقدم. هذا خلخال بالقدم. هذول خلخال ما تلبسين اثنين ثلاثة أربعة واحد على الاخ. هذا إذا تلاحظين سميك هذا يكون شفاف. يا سلام. ما أجمل. شفاف يعني خلخال هو. القدم. أي خلخال القدم كلش لطيف بالقدم يعني. نقولها. أنت ليت ها بالمناسبة أنا من أسوي القطعة ما يحتاج ألبس قلادة يعني عقد أو حلق يعني تراشي أو خاتم ألبس شيء واحد. نعم. أنا من أصمم ما أسوي سيت. شيء بسيط بس كافي على مود لا يغطي على الجمال مال السيدة. حلو. فيعني هذه التراشي بوحدها كلش كافية. دي تتلبس لوحدها يعني ما تتلبس مع حاجة تانية. أبداً. كذلك اللي أنا لابستها عبارة عن وردة وورقة. والذهب اللي اسويه مات ناشف ما بيه لمعه وانا احب هذا الشيء. بتحبي الذهب الخفيف اللي ما بيديش اللمعه؟ ناشف اذا تلاحظين كلهم كلها مات تقريبا. حلو والله. والله يا مريم الزينه لبست خلخالها وصارت تتباهى بحالها. يعني غنوها لا عاد شلون هي جميله ونعطيها لمسه اشراقه تزيد بالجمال مالتها. حلو. في كمان هنا ديزاين ثاني. نعم هذا ايضا من عاشقه الذهب. هذا اذا تلاحظين الورقه واحدة طالعة فوق والثانية جوا حتى حركة بسيطة. حركة يعني تختلف حتى لا نصف الشيء. دي لتحت ودي لفوق. بالضبط. حلو جدا. بالضبط. ولونه كمان الأبيض. نعم الصدر. طلعت شوي على شيء اعتيادي الحين لاحظت دائما كل ترشية تكون لازم تشبه الثانية. أنت طلعتي بطريقة ثانية بس حتى مش مزعجة للعين. هنا أهم أسامي وكل فصل لون كل إذن لون. يعني واحد يطلع عن التقليدي. دي حلقين. نعم. كل تراشي. برضو دي موضة نزلة جديدة انك تستخدمي او تلبسي حلق لون كل فردة لون مختلف. نعم هذا ايضا كمان الدهب. من المجموعة القديمة اللي طلعت ويا هاي القلادة وكان اكو صور هم موجود. بس انا ما اعرف الناس يا ما جايبته وياي. طب انا عندي سؤال بس يعني. مريم شفنا ان تصاميمك اكثر فيها وراء الشجر وانت قلتي انك بتحبي هذا الشيء. واحد طبيعي. بس شو السبب اللي خلاكي تلجئي مثلا للمسة الطبيعة ضمن مجوهراتك؟ حتى يختلف عن الموجود والمتداول. كل واحد إلا لمسة خاصة متداول بها معروف بها. طب ممكن بعدين مثلا بعد أكيد أكو إصدارات برضو رح تعتمدي برضو كمان الشيء حاليا طبيعي. هذا اللي دا أركز عليه ودا أقول شيء يعني مو كل هالمجموعة. هذا اللي موجود تحت إيدي الآن والمتوفر حاليا هذه عاشقة الذهب حامض حلو. ما شاء الله. حامض حلو. لو رحت السوق وشفت مجوهرات انا ما اعرف ايش انت بقول ها صدق هاي شغلها هي لان مباين اللمسه اللي حطيناها انت في المجوهرات. اي تبين حتى الروح مال الشخص تبين. بس مريم هو انا لازم اختار تصميم معين يناسب عمري؟ يعني انا لو اخترت مثلا حلقه ده تقولي لا منا ده مش هينفع معاكي خدي حاجه ثانيه. علاقه العمر دايما بالقطع الذهبيه بتعتمديها؟ اني اللي اسوي الحاجه قلت لك كل سيده تستطيع ان ترتديها. لان اني مجوهراتي
بتقول لك انت سيده فائقه الجمال. الله ولا تبوح باسرارها الا في اذن عاشقتها. الله كل قطعه اسويها هي هاي القطعه الوحيده اللي راح تلبسيها، كبيره صغيره متوسطه، ما تاخذ منك، ما تبين اوفر، ما تبين زياده انه لابسه سيت كامل وجدعوا هذه المره هالقد لابسه ذهب، لا شيء واحد ينطج لمسه خفيفه كافيه عليك. حلو. طب مريم شو اقرب التصاميم او التشكيلات لقلبك انت؟ انا كلها حلو ولا كلها احبها لان من سويتها مو اوصل حاجه واروح واجي استلم، يعني اول من بديت واصمم وانفذ معاناه. صحيح معاناه حقيقه، يعني انا قلت اوه انا ليش دخلت بهاي الشغله، يعني شيء كله صعب مو سهوله، ما يسوي لي مثل ما انا اريد، مع العلم انا كلش موضحت لو قاعده قدامه وقت 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 كل شيء كثير تاخذ. المشي وراء الشغف احيانا مريم بيكون شويه مش بس بسهوله اللي بسهولة. الناس تتخيلها انه والله القطعه هذه بالضبط. يلا مثل اي مصنع صنعها وخلاص بالضبط. يعني ابداع المصمم احيانا شغل ايد وشغل أكيد. ايد هي مثلها مثل الفن التشكيلي برسم اللوحه واخراجها عشان تسر الناظرين. أكيد. انت اليوم شو الرساله اللي يعني حطيتيها باعمالك بورق الشجر بالنباتات بالورود، ليش استوحيتي هالمجال، ليش استوحيتي هالخط او اللاين؟ انا احب كل سيده تكون فرحانه، قلت لك لان هي اصلا الماظه يعني تستاهل كل شيء حلو، وحلو الرجال يهدي السيده في شيء بسيط. يعني دا اقول لك انا بالنسبه لي هي متداول الجميع لان اسعارها كانها بدها تشتري باقه ورد، قطعه شوكولاته، سله، فمو عيب انه تهدي زوجتك، حبيبتك، صديقتك، والدتك، اختك شيء صغير تفرحها. يا سلام. يا سلام. سامعين يا شباب؟ سامعين؟ 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 مش ضروري تكون في مناسبة. فرح اللي عنده العزيز العلي. وكمان لازم مش ضروري تكون في مناسبة لحتى تهدوا. أبداً أيامنا كلها مناسبات وفرح إن شاء الله. الله. يعني حلو كلامك، يعني أنا مثلاً لو جاية أنقي من عندك قطعة كلامك هيخليني مرتاحة حبة قطعة اللي أنا عايزاها. أنا ما هم يعني ما يهمني إنه تشترين، يهمني إنه تحبين القطعة وتاخذيها إنه مقتنعة هي هذه. دي رقيقة جداً. هذه مال بيبي ما شاء الله. دي للأطفال. مكتوب عليها ما شاء الله هو العين، لان احنا البيبي اول من يجي على الدنيا بالقماط يحطوه، نخلي له قران ونخلي له ايه الكرسي ونخلي له عين ونخلي له سبع عيون وكل لغات العالم نخليها على المخدمه للبيبي، البيبي حتى ما يضل مكان وين ينام. حلو كثير حلو. طب انا بس بدي اعرف التحديات يمكن اللي بتواجه مصممي المجوهرات، نعرف انه السوق هلا صار فيها تشكيلات كبيره وحتى صح. احنا البنات لما نروح السوق نقع في حيره احيانا باختيار الديزاين اللي ممكن يناسبنا، شو هي اكثر التحديات اللي واجهتك بهذا المجال؟ شوفي المصمم هو فنان عنده حس مرهف يبرز الجمال الداخلي والخارجي للمراه، لان المراه هي انثى ناعمه، فهي هنا تقعد شطارة الشخص. كثيرين موجودين على الساحة وكلهم جميلين، واحد أحلى من الآخر، مصمم أحلى من الثاني، محل أحلى من الثاني، بضاعة كثيرة، بس كل واحد إلا لمسته اللي بتميزه بالنهاية. بالضبط. حلو. كمان بنشوف مؤخرا مزج الذهب الأبيض مع الأصفر صحيح. بيطلع كمان تصميمات حلوة صحيح. اعتمدتي ده في تصاميمك؟ حقيقة أنا اعتمدتها مرة واحدة وما عيدها بعد. لأن مثلا هسه هذا الحلق التراشي هذه عبارة عن ثلاث ألوان اللي هي أصفر وأبيض وروز وردي، أبيض وأصفر وردي الكتابة المكتوبة. ليش ما اعتمدتها؟ لأن بهالحالة إحنا هي القاعدة الأساسية هي ذهب. الألوان راح يسوي لها طلاء. هذا الطلاء يروح، يعني أنا حطيت عطر. نعم. أخير مرحلة بالتبديل مالتي راح ألبس الحلقة إيدي بها عطر يروح اللون من الذهب الأبيض. هو هذا يسووه طلاء، هاي الألوان يسووها طلاء. أوكي. بهالحالة إحنا ما راح نقدر نرجع إنه اللون نسويه كله ذهب، لازم نرجع نطليها مرة ثانية. فهاي ما تبقى الطلاء، يعني اقول لك انت طلبتي مني اني اسوي لك اياه ملون، زين انت غير تقول انه هذا يروح الزبون، انا شنو دا ابيع له اكسسوار؟ انا دا ابيع ذهب عيار 18، يعني تاخذين القطعه وتبقى معاكي، خصوصا لما القطعه تكونين حابتها حتى لو كانت غاليه انا ما يهمني انا اشتريها لان انا حبيتها
راح احتفظ بها لنفسي. مثل ما نقول انه الذهب خزينه، ما تشترين قطعه ذهب خزينه تقدرين ترجعين تبيعيها وتسحبين فلوسك، صحيح. بينما من قطعه اكون حابتها انا ما راح ارجع ابيعها، يعني لان انا حبيت حتى لو تكون غاليه ما راح اقدر ارجع فلوسي، يعني اشتريتها اعرف انه هي غاليه وما تستحق مثلا هذا المبلغ. ماكو حلو. فانا بالنسبه لي لا اشتغل ذهب ساده، يعني انه انا كمان بحب ما اخذ على المقابل، يعني انه تاخذ شيء حلو يبقى يبقى او تبيعه على راحتك. ما شاء الله، يعني تشكيله كثير كبيره بين الحلقان والاساور والخلاخيل. هل فكرتي انك تعملي قطع للراس مثلا؟ لا ابدا. طب لا. ما احب الاشياء الفخمه كثير بالمناسبات. زين لا ابدا، ما قلت لك انا عندي لمسه خاصه بي، الروح مالتي تحب تشتري هاي الاشياء، موجود السوق كبير جدا. لا لاحظوا الاسواق دائما كان في عيد الام او في او موسم الزواج ينزلون لينات خاصه كان بالموسم هذا هو نفسه. صحيح. انت ما شاء الله عليك الديزاينات اللي عندك احس تناسب كل الاعمار طول السنه، وتناسب طول السنه ان شاء الله. ان شاء الله. مريم تصاميمك جميله. نعم. وكلش حلو بالعراقي. حلو. هوايه عجبتك وكلامك هوايه جدا جميل. هوايه فد فد شيء شو اعطيني اياها اركبها. رقيق مرهف. لمس قلبك. ايوه يا سلام. هذا الاحساس اللي احنا لمسناه بالاستوديو وانت تشرح على كل القطع. هذا المطلوب. ولكن راح نتعرف على كل القطع ان شاء الله ونشرب قهوه ونطلع بريك وراجعين. هو حلو لان احنا سيدات حلوات كلنا اكيد كده معانا والمره لكم.